جنون وفرحة هستيرية عاشتها الجماهير الجزائرية وهي ترى منتخبها يحقق تأهلا تاريخيا للدور الثاني في مونديال البرازيل، تأهل اقترن مع أداء راق حتى وهو يودع البطولة أمام حامل لقبها. مستويات لاعب رفعت جيل فيغولي وسليماني إلى عنان السماء في نظر البعض. أعتقد أن منتخب 2014 بترسانة من اللاعبين الموهوبين معدل العمر 24 سنة قدم كأس عالم ذات مستوى رهيب جدا. قتلونا بأسطوانة أسطورة 1982 كأنه المنتخب الذي لا يقهر، بس لما تشوف معدل العمر المنتخب 2014 و1982 في يعني منتخبنا جديد، منتخب شاب عنده طموح. حنا ليكيب تاعنا شغل فيها تحسن اكثر، ما شاء الله شفنا المقابله تاع كاس العام الماضيه، حنا كنا نقولوا لعقوا بالعام الجاي وكاع، وشفنا كيما نقولوا فرحونا، فرحوا بلادنا، فرحوا العرب قاعدين. حماس الشباب واندفاعهم في التشجيع يقابله نظره اكثر هدوءا ممن عايشوا الجيلين وكانوا شاهدين على ابداعات لاعبي المنتخب في اسبانيا وفي البرازيل. أظن أنه جزائري ما يتغيرش، في الميدان يمد كل اللي عليه، فما شاء الله كأس العالم 2014 الجماعة شرفونا كما شرفونا الأولين تاع 82. فريق 82 هو فريق القدوة، هما القدوة، أما الفريق تاع العام هذا 2014 هما الأمل. 82 أحسن لي بالنسبة لي أنا في الجيل بتاعي، في الجيل اللي كنت فيه هنايا، وعشت المرحله هذيك وشفت المقابلات يعني في وسته اخر تاهل تاعها كان في ملعب 17 جوان اللي حاليا شهيد حملاوي. جدليه المقارنه ستبقى قائمه ربما لغايه اعتزال هذا الجيل الجديد الذي كتب شهاده ميلاده في البرازيل وامامه الكثير ليقدمه، بداية من الاختبار الإفريقي في الجارة المغرب مطلع العام القادم.